السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله أخواني وأخواتي. رسالة الصباح اللي بعد صلاة الفجر حول لذة تلاوة القرآن الكريم، دردشة إيمانية خفيفة هيك على السريع إن شاء الله بإذن المولى عز وجل. أهلا ومرحبا بكم، حياكم الله. ممكن أحد الداخلين يؤكدوا لي إنه هل صوتي مسموع؟ هل صوتي مسموع يا أحبة إذا تكرمتم؟ نحكي عن لذة تلاوة القرآن بإذن المولى عز وجل بدقائق إن شاء الله قصيرة، لكن هل الصوت مسموع لو سمحتم؟ أبث لكم من مقاطعة أونتاريو، مدينة ميسيساغا في شرق كندا. وقبل دقائق أنهينا صلاة الفجر. طيب شكرا، انا مش قادر اعرف مين اللي عم بكتب، لكن انتبهتوا في كلمه نعم مسموع، شكرا جزيلا. بسم الله، الحمد لله، والصلاه والسلام على رسول الله. طبعا تستغرب واحده من الاسباب اني ما عم ببث لكم وانا بمشي على رجلي، السبب انه درجه الحراره حوالي ناقص 10 يعني قد الفريزر اللي عندكم في الثلاجه. شوف المنظر اللي شايفينه، السماء صافيه، السماء صافيه، درجه الحراره تقريبا ناقص 10. لا إله إلا الله، عجيبة هالبلد، هاي البلد عجيبة. كمان شوي بتشمس على فكرة، شمس بتشوف الشمس. طبعا شمس هنا عبارة عن إضاءة لكن لا حرارة لها. طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في دقائق قصيرة هيك نشارككم بمعنى أسأل الله أن يكتب لي ولكم فيه الأجر والثواب يا رب. يا أخوي يا أخوات، إحنا كلنا نعرف أهمية وروعة قراءة القرآن بالعموم، وكلنا بنعرف انه في عشرات الآيات القرآنية وعشرات الأحاديث النبوية التي تحث حث شديد على انه يكون لك ورد من القرآن، على انه يكون لك تلاوة من القرآن. طبعا آيات كثيرة جدا في سورة المزمل، في غيرها، وأمر الله سبحانه وتعالى في الآيات العديدة. سؤالي هنا، أو عفوا رسالتي اليوم، هي عبارة عن تذكير لنفسي أولا. طبعا أنا ليش بقرأ القرآن، أو إذا إن شئت أنا إيش بستفيد من تلاوة القرآن؟ حابب هنا أنبه لمعنى، بالإضافة للمعنى العقدي العام، وبالإضافة لمعنى التوفيق والبركة، وبالإضافة للراحة النفسية اللي بشعرها الإنسان لما يتلو القرآن أو يسبح أو يحمد الله سبحانه وتعالى. هاي المعاني كلها اللي هي تقريبا متفقين عليها ونعرفها، حابب أنبه لمعنى جديد. موضوع التفكر في آيات القرآن، طبعا كلام ربنا سبحانه وتعالى، بدك تعرف أنك أنت لما تقرأ أنت مش قاعد بتتسلى بظاهرة صوتية، أنت مش قاعد والعياذ بالله قاعد بتغني، لا لا لا، تقاعد عم تتلو كلام صاحب الكلام هو الله، والكلام فيه رسائل، فيه توجيهات، فيه تذكرة، فيه توضيح، وفيه شرح، وفيه زيادة معلومات، وفيه تنبيهات. مين اللي أنزلها؟ الله سبحانه وتعالى. فهي أنت انظر القرآن بالإضافة زي ما حكينا لمعنى البركة والتوفيق والأجر والثواب والراحة النفسية، انظر إلى القرآن الآن كمعلومة، إنك أنت عم تتلذذ بتلاوة معلومة فيها خبر لشيء ما كنت تعرفه، وهي أصدق معلومة على كوكب الأرض. أنت ممكن تقرأ أي كتاب لأي مؤلف، طب أنا شو بعرفني هاي القصة صارت معه ولا ما صارت معه؟ طب أنا شو بعرفني هاي القصة بيكذب فيها ولا بيصدق؟ طب أنا شو بعرفني لما عبر عن شعوره أو رأيه أو إحساسه أو بهذا الموضوع كان فعلا دقيق ولا مش دقيق؟ إلا هاي الأسئلة طبيعية بشرية. يعني أنا ممكن أحكي لك عن قصة صارت معي ما تصدقني، ممكن جدا، أنا بشر مثلك، ممكن تتهمني بالكذب وأنا أتهمك بالكذب، فطبيعي جدا. فعم بعطيك كش أهمية وروعة قراءة القرآن، لكن لما تقرأ القرآن أنت عم تسمع الخبر، سواء قصة أو غير قصة، خبر تعلم أن الله الذي يخبرك به. فهنا أنت ما عندك ذرة شك في مصداقية الخبر. شوف هاي معلومة مش أحكي لك شو أهمية قراءة القرآن. طيب هذا الخبر قد يكون بيعطيك معلومة تاريخية، قد يعطيك تفاصيل حدث أنت حاب تعرفه، قد يعطيك قصة
فيها عبرة مثل قصص الأنبياء، مثل قصص اللي عم يعتبر فيهم فرعون قارون إلى آخره. هذا باب من الأبواب اللي بيعطيك نوع من القوة والراحة لما تقرأ. هذا باب. باب ثاني، الكل بيعرف إنه الآن نقطة التغيير الأولى والتأثير الأولى والسيطرة الأولى وتغيير الشعوب والأفراد والمجتمعات بكل شيء هو العلم. ما علم وتبتدأ بمعلومة، تجمع المعلومات يصير عندك علم لما تحلله وتربطه وتستنتجه، باور، قوة. فنقطة ثانية انك انت عم تاخذ معلومات مصدرها الله سبحانه وتعالى. فتخيل القوة اللي انت بدك تستمتع فيها. عم بعطيك اسباب منطقية وعم بخاطبك باللغة اللي انا وياك نستخدمها في هذا العصر. فالباب الاول تيقنك وراحتك النفسية من صدق المعلومة. الباب الثاني ان شئت الباب الثاني ان شئت فهو باب قوة المعلومة بالاضافة لصدقها. انها تخيل انت الان لما تيجي بدك تتعرف على اسرار النفس البشرية من خلال القرآن الكريم، انت ما قاعد عم تسمع على فرويد اللي قائم على الجنس والإباحية، ولا قاعد عم تسمع لشخصية ملحدة بتقول لك ما في اي مشكلة بانك تضرب كل القيم الاخلاقية والجنسية والعلاقات البشرية مقابل تحقيق مأربك. لا لا لا، انت عم تسمع للي خلق، للي صمم اصلا، للي حط البرمجة فيه وفيك اصلا. فانت تخيل لقوة المعلومة لما تفهم النفس البشرية عبر الكتالوج اللي بيعطيك فكرة عن هذا من جهة المصمم والصانع والخالق والمبرمج. تخيل، خذ الموضوع ببساطة بسيطة جدا من هذا الباب. هذا باب ثاني عم بعطيك انا. عنوان البث عندي موضوع لذة تلاوة القرآن من خلال التفكر فيه، ونقطتي الأساسية أنه بالإضافة للمتعة والراحة النفسية والطمأنينة لسماع صوت القرآن والصوت الجميل والأجر اللي بنعرفه، أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال في أحاديث عديدة اللي أشهرها يمكن نعرفه أنه كل حرف تتلو من القرآن لك أجر. برا برا كل هاي الأمور اللي كلها مشهورة ومعروفة، أنا الآن عم بنبه بها لموضوع روعة ولذة تأتي من باب جديد، باب صدق الخبر، باب المعلومة وقوة المعلومة بغض النظر. لأن الآيات القرآنية بالإضافة للقصص فيها معلومات عن النفس البشرية، فيها معلومات ما نسميه الآن علمية. طبعا الكتاب القرآن ليس كتابا علميا، لكنه يحتوي على إشارات علمية. وبالمناسبة القرآن الكريم فيه حوالي تقريبا 6300 آية أو 6400 آية، حوالي تقريبا 93 أو 94 ألف كلمة، 114 سورة. ال 94 أو 93 ألف كلمة تحتوي فيها حوالي 1000 آية فيها ما نسميه الآن بلغتنا اللي هي الآيات العلمية. الآيات تتحدث عن السحاب، الآيات تتحدث عن الجبال، الآيات تتحدث عن ما نسميه الآن باللغة العلمية موضوع الشحنات السالبة والموجبة ونزول المطر إلى آخره، مذكورة في القرآن الكريم. إشارة، آيات تتحدث عن موضوع أن الجبال جسم ضخم جدا منها داخل قشرة الأرض موجودة والجبال أوتادة. آية تتحدث عن أن السماء عمالها الكون يتسع، والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. الآية تتحدث عن موضوع مراحل خلق الجنين، موضوع النطفة والمضغة والنطفة والعلقة والمضغة، وموضوع خلق العظام بعدين يتم الكسوة باللحم والجلد وإلى آخره. هذا أمثلة عم بعطيكم إياها. موضوع الظلمات، البحر المسجور، إنه ميمي كان يتخيل إنه البحار والمحيطات تحتها في نار والنار مولعة. الآن الكاميرات عم تصور لنا. هذا أمثلة بس للي بحبوا هذا المجال. لما أنت جزء من متعتك في القرآن الكريم تلاوة ثم تفكرا ثم قراءة للتفاسير، لما تعرف أن هذا الكتاب عمره 1000
1400 سنه بالعمر البشري يحتوي على معلومات كثير منها احنا عم نكتشفها قبل عشرات السنين فقط. برضه الراحه، الطمانينه للصدق مصدر هذا الكتاب، وان النبي وان محمد صلى الله عليه وسلم هو نبي مبلغ عن الله سبحانه وتعالى، وهذا الكتاب هو كتاب الله سبحانه وتعالى. عم اعطيك امثله انا الان. بدك الراحه النفسيه موجوده، بدك لذه الصوت والاستماع لاعجاز التجويد نفسه موجوده، وهذا مش موجود باي كتاب اخر. بدك قوه الثقه بصدق الخبر موجود بسبب ايمانك، لان الله سبحانه وتعالى هو المصدر، والله سبحانه وتعالى لا خايف مني ومنك حاشا، ولا بحابيني ولا بحابيك حتى يعطيك معلومه مكذوبه لارضاء طرف دون طرف. احنا البشر نعملها، انا ممكن اخاف منك فاعطيك معلومه ما تزعلك، او ممكن اراعيك لاني بحبك او بعزك لانك ابني او لانك بنتي او لانك او 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 لانك ابوي او امي. بنراعي بعض، احنا بنعطف على بعض، بنكذب على بعض اذا بنخاف من بعض، بس هذا الكلام لا ينطبق على الله سبحانه وتعالى. فمصدر المعلومه منتفي عنه كل المعاني اللي حكيناها. لاحظوا، عم بعطيك امثله كيف لما تقبل على القران وبدك تقراه بنظره جديده، وبالنظره ما تكون زي ما حكينا الله يكرمكم فقط بمعنى البركه بالمعنى الشعوري العام، لا، عبر موضوع فهم قيمه هذا الكتاب وقيمه المعلومه اللي فيه. صدق الخبر قلنا هاي امثله هيك سريعه بدون تحضير بدون تفكر، هذا بقى شو بقولوا على الماشي هيك بس. طبعا احنا لو اننا جالسين الان بجلسه علميه وانا محضر اوراقي ومراجع افكاري وحاطط كاتب يعني على الورق شيء، الموضوع بيختلف تماما. يعني كان محاضره علميه بتكون فيها عمق اخر، لكن انا عم بعطي بشكل سريع هيك من وحي احاسيس ومشاعر ما بعد صلاه الفجر. والاخ الله يكرمه جزيل الخير الامام اللي صلى فينا الله يكرمه، سبحان الله، تلا جزء من قصة لا إله إلا الله زكريا عليه السلام، سبحان الله، وجزء من قصة موسى عليه السلام وهارون مع بني إسرائيل. فأنا اللي خلاني أحكي هذا الحكي وأنا بقرأ عمالي بسمع التلاوة، طبعا صوته أخ من الصومال، صوته جميل جدا 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 بشكل مو معقول، يعني والله خلاني أعيش، حسيت حالي كأني في الجنة، حسيت كأن القرآن يتلى علينا الآن، لا إله إلا الله. فسبحان الله، وأنا عم بتفكر في معنى يا الله، هذا الحدث صار قبل حوالي 4000 مثلا سنة، 3500 سنة، أنا عمالي بسمعه الآن يتلى، وعمالي بتفكر فيه كيف صار بين هارون عليه السلام وبني إسرائيل، وموضوع صناعة العجل من الذهب، والحوار صار بين السامري وموسى عليه السلام، والقصة اللي بتعرفوها. فالمعاني قلت يا الله، أنا ما عندي ذرة شك أن هذا الحدث صار، ما عندي ذرة شك. وبعدين روعة ولذة وحبكة أسلوب تلاوة، أسلوب التعبير عن الحدث، من يستطيعها؟ من يعلمها؟ من يعرفها؟ لا إله إلا الله. من هنا جاءت الفكرة إنجاز التعبير، سبحان الله. أسأل الله سبحانه وتعالى، هذا هيك أفكار على السريع جدا بس حول موضوع تلاوة، لما تقرأها سواء تتذكر أنه فيها روعة ولذة علمية، أو تتذكر أنها فيها صدق خبر، ومع سواء تاريخي ولا قصة ولا تفصيل أو العلوم الأخرى. طبعا إحنا القرآن الآن ممكن تأخذ منه إشارات لعلم الاقتصاد، وإشارات للموضوع الفكر السياسي، يعني ما يسمى بنظرية الردع النووي. خليكم معي شوي، ما يسمى بنظرية الردع النووي، الفكرة موجودة في القرآن كنظرية سياسية، سموه الردع النووي. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم. شوفوا كلمة، يعني سووا الرعب في آخرين لا تعلمونهم، هاي هي أساس فكرة ما نسميه الآن الردع. هذا اللي بيخلي أمريكا تعد للمليون قبل ما تعمل خطوة ضد روسيا، وتخلي روسيا تعد للمليون قبل ما تعمل خطوة ضد أمريكا، اللي بسموه الآن
عبر بوابة القنابل النووية الردع النووي، يعني هو مش راح يستخدمها، مش راح يستخدمها، لكن وجودها بخلي الثاني يفكر للمليون، بخلي يحلم مليون مرة قبل ما يحكي كلمة. عم بحكي لكم كيف انه الايات القرانيه فيها اشارات لما نسميه بالفكر السياسي، فيها اشارات لما نسميه بالفكر الاقتصادي، فيها اشارات لما نسميه بالموضوع العلمي. فكل واحد فانت حسب ميولك وحاجتك و رغبتك. اللهم صل، ما شاء الله مش قادر ما اعلق حبيبنا اخونا الكبير دكتور سليم، اهلا وسهلا فيك، حياك الله. انا سعيد والله اني شايفك على الصفحه، اهلا وسهلا دكتور سليم، يا هلا، نشرف بك والله، الله يجزيك الخير. وانا والله مشتاق، اسال الله سبحانه وتعالى ان يسهل لنا امورنا، حياك الله دكتور سليم. فعندك ميول بفهم التاريخ موجود، عندك ميول طبعا غير عن المعنى الشعائري والبركه والاجر والثواب، برا 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 هذا الحكي كلياته. لما تقرا وتقبل على القراءه ادخل زائد طبعا، وبنصحك يكون في لك، هلا صار الكترونيا على اي تطبيق على اي كذا بامكانك يكون جنبك 4-5 تفاسير بشكل رائع جدا جدا جدا. عندك التفسير الميسر اللي عملوه مجموعه من العلماء، عندك تفسير السعدي، عندك تفسير ابن كثير، عندك هذول موجودين الان موقع مثلا جامعه الملك سعود عاملين موقع لتفسير القرآن بعدة لغات، وطبعا باللغة العربية بيعطيك 5 تفاسير مقابل الصفحة مجرد ما تقرأ. طبعا في عشرات التطبيقات، بس الفكرة إذا حطيت الموضوع براسك راح تقرأ بطريقة بتختلف، هذا اللي بوصل لك إياه. فلذة القرب من القرآن ولذة الاستماع بتلاوة القرآن لما تكون عم تقرأ تفاسير وحطت براسك وببالك إنك أنت عم تستفيد علم نفس وتستفيد علم اجتماع، وعمالك تستفيد قصة وخبر صادق، وعمالك تستفيد علاقات بشرية، وتستفيد معلومات علمية، وتستفيد معلومات تاريخية ومعلومات اقتصادية ومعلومات سياسية بتوعيك. وهذا الكلام موجود من 1400 سنة. فطبعا قد يكون بالعالم المادي تبعنا الآن أعظم الأبواب اللي بتهز الناس هي بوابة الإعجاز العلمي، ما نسميه بالإعجاز العلمي. فياما في ناس دخلوا في الدين الإسلامي مش من باب سلوكات المسلمين ولا حتى من باب تعرفه على النبي صلى الله عليه وسلم، لا لا لا، أخذ الكتاب عم بقرأ وصارت قصص. وبنصحكم ادخلوا على اليوتيوب واكتبوا بالعربي ريتشارد فارلي واسمعوا قصته منه. هذا كان عقيد في القوات الأمنية والبوليس البريطاني أيام قصة سلمان رشدي عليه من الله ما يستحق. سلمان رشدي لما استهزأ بالدين الإسلامي واستهزأ بزوجات النبي، وصارت طبعا قصة 89 هي تقريبا في بريطانيا، والناس نزلوا مظاهرات، كان هو عقيد في جهاز مكافحة الإرهاب في البوليس البريطاني. فلأن المسلمين نزلوا الشوارع كان ومطلوب منه مهمة يعني يتولى الأمن في الشوارع بريطانيا، فصار بده يقرأ عن كتاب المسلمين، هذا الحكي قبل 33-34 سنة، بدي يفهم منهم المسلمين. فهو تخصصه قبل ما يدخل في سلك الشرطة ويصير بمكافحة الشغب والإرهاب، تخصصه جيولوجي وفيزياء. هو بيحكي عن نفسه، روح اسمع قصة نفسه، هي الآن موجودة بإحدى القنوات الفضائية مقابلته، يعني ريتشارد فارلي بنفسه الآن عايش، يعني عمره أظن 70 سنة الآن. فتخيلوا كان ببساطة بيقول عمالي بقرأ، إجا أمام قول الله تعالى أو لم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. بيقول رتقا ففتقناهما، بالانجليزي كان النص اللي هو قرأه Have the non-believers not witnessed that heavens and earth they were one mass and we split them into pieces. بيقول when I read this، بيقول انا لما قرأت هذا قال طب هذا هي اللي احنا نحكي عنها نظرية البيج بانج، نظرية الانفجار الكبير. طب القرآن من وين بيحكي عنها وكيف جابها؟ كان عملت لي هيك صدمة، نظرية البيج بانج او الانفجار الكبير اللي هو انه اصل الكون نشأ من نقطة انفجرت وعمالها تكبر تتسع. قال قرأت شوي وصل عند قول الله تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. ربنا عم بيقول انه طبعا عم بقرأ بالانجليزي، بيقول verily indeed we have built
heavens by might, بالقوة, بأيد يعني بقوة. And we are still expanding it. ولساتنا عم بنوسعها. بيقول احنا الان فقط عند ايام تلسكوب هابل, هذا حوالي 100 سنة, 110 سنين more or less, بيقول اكتشفنا كبشر, هابل واصدقائه من الفيزيائيين وعلوم الفلك, اكتشفنا ان الكون يتسع من خلال دراسات وحسابات ضوء النجوم, بنشوفه هون بنشوفه محل ثاني, استوعبنا ان الكون عم يتسع. هلا الان عرفنا, ما قلناش 100 سنة. قال من وين هذا الكتاب جاب هذا الخبر؟ وجاء عند الآية الثالثة اللي هي بلغتي أنا, نزلت أرض خلته يشهد أن لا إله إلا الله, وهذا القرآن كلام الله, اللي هو قول الله تعالى والجبال أوتادة. بيقول أنا تخصص الجيولوجيا, وهذا الكلام كان يقرأه 89-90. بيقول إحنا we have just discovered just in early 60s, حسب ذاكرتي قال إحنا بس بالستينات اكتشفنا, لما ناخذ المقاطع العرضية ونعمل تصويرات ودراسات جيولوجية اكتشفنا إنه الأرض وقشرة الأرض وباطن الأرض, الجبال اللي بنشوفها تشكل جزء بسيط من الجبل, ومعظم الجبل جوا الأرض, وإنه قشرة الأرضية تقوم على طبقة اللي إحنا بنسميها اللافا الآن, هي طبقة الصخور المصهورة. وسبب من أسباب تثبيت قشرة الأرض اللي هي الجبال إنه 70 أو 80 75% 95% اللي هو نازل جوا الأرض, وهذا سبب أسباب التثبيت. قال هل اكتشفناه أول مبارح؟ بيقول أنا تخصصي هذا. قال من وين هذا الكتاب جابها؟ تخيلوا ثلاث آيات وقتها. قال هيك, قال العبارة حتى وقتها كنت عم بشرح للناس الخطبة, ريتشارد فارلي ما إجا قال ولقد أعجبت بشخصية النبي محمد الذي أثبت لي أنه لم يكن إلا لا 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 لا, ولا قال وقد رأيت من المسلمين أخلاق, ولا إشي. قرأ القرآن فقط ثلاث آيات وقف, this book is impossible to be from human source. قال هذا الكتاب مستحيل يكون من مصدر إنساني, مستحيل. قال مين بده يقنعني قبل 1400 سنة هذول المعلومات الثلاثة, إنه الكون عم بيتسع, نظرية الانفجار العظيم, وإنه الجبال نازلة ثلاث أرباعها جوا الأرض أو 98%. قال لي مين بده يعرفها؟ قال مستحيل. قال هذا إلا يكون من مصدر إلهي. وقف, قال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. إله داخل بالإسلام قريب تقريبا 33 أو 34 سنة. هذا كمثال إنه قراءة القرآن, أنا موضوعي هو تلاوة القرآن ولذة تلاوته عبر بوابة التفكر. هاي خلينا نسميها تدويقة إن شاء الله بإذن الله, هيك على إنه كيف تقبل على قراءة القرآن. وقاكم على خير, لا تنسونا من دعائكم, وجزاكم الله خيرا, وحي الله كل من كان معنا في البث. راح أعطي نصف دقيقة لدقيقة ماكسيموم على الموضوع اللي حكيته, إذا في سؤال تفضلوا على الموضوع اللي حكيته بس, محدش عن البنك الإسلامي. والرجاء أعتذر من كل أحد يحتاج للتواصل الشخصي لأي سبب كان. الطريقين الوحيدين اللي بفتح فيهم التواصل أني عم بعلن عن دورات تدريبية مدفوعة الأجر لحل الخلافات الزوجية. إذا كان أنت محتاج مني إشي له علاقة بمساعدتك على حل خلافات زوجية, عم بعمل دورات تدريبية كل فترة وفترة بتسجل فيها أهلا وسهلا فيك. هذه واحدة, هذا لكل الناس في العالم باستثناء كندا, باستثناء كندا. إذا كنت عم تسمعني محتاجني بشغلة داخل كندا, إذا سمحت تدخل على موقع دار فاونديشن تطبيق تبعهم تحجز موعد إن شاء الله تحت مظلة العمل اللي بشتغله بالتنسيق مع إدارة العمل, ونعمل لك موعد إما تيجي بتشوفني أو أونلاين ضمن مجال عملي في جوا كندا. إذا أنت في داخل كندا دار فاونديشن تطبيقهم تتواصل بتحجز موعد, من عيني هاي لعيني هاي جزء من عملي جوا كندا, وخاصة في منطقة الجي تي اي. إذا كنت خارج كندا المجال الوحيد اللي بفتحه للتواصل مشاكل الزوجية والأسرية عبر بوابة التدريبية, غير هيك ما بقدر لأني ما بلحق, مستحيل. جزاكم الله خيرا, لذلك الله يجزيكم خير. ما أحد يحرجني يقول لي محتاج جدا للتواصل الشخصي للضرورة. إذا حدا سأل ربابة بتسأل أحسن تفسير كمبتدئ تنصحني فيه يا دكتور. شوفي أخت رباب الله يكرمك, السؤال ما عليه جواب واحد, لأنه حسب حاجتك وحسب مستواك العلمي وحسب وقتك وقدرتك, أنه التفاسير كل تفسير له طعم إلى حد ما. لكن بالعموم اللهم صل على سيدنا محمد,
في تفسير بس انا ما بعرف، انا ما عندي اياه مجلد، بعرفش اذا موجود اونلاين. في تفسير مشهور جدا اسمه التفسير الميسر لمجموعه من العلماء، وفي تفسير برضه التفسير الميسر للشيخ عبد المنعم الهاشمي. اذا حضرتك من مصر وتقدر تحصل على التفسير الميسر لعبد المنعم الهاشمي، جاب هذا من اروع التفاسير، 1200 صفحه مسحتهم مسح قدر الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير قراته وانا في السجن لما كانوا حابسيني بالانفرادي. 1200 صفحه خلاصه 12 تفسير، فيه خلاصه القرطبي والطبري وابن كثير واظن الجلالين، وبعد معظم التفاسير بعد خلاصه التفسير رائع جدا جدا. اظن التفسير الميسر اذا غلطت بكامل الاسم فالمفسر عالم ازهري مصري عبد المنعم الهاشمي. هذا بعرفش اذا اونلاين، هذا موجود نسخه للي بيقدر. ايوه يا بتقول لي من مصر، اذا حضرتك في مصر طبعا ما هو مطبوع من مصر عندكم، عبد المنعم الهاشمي اظن تفسير ميسر 1200 صفحه. هذا الكتاب لو دفعتي فيه مئات الدولارات انا بقول انت كسبانه يعني. هذا اللي بده هارد كوبي، اللي بده السوفت كوبي وحياته كلها الكترونيه، وعندكم الموسوعه الشامله او عندكم موقع جامعه الملك سعود. من ضمن التفاسير اللي ممكن تكون سلسه وسهله وتتعاملوا معها بطريقه، خلينا نقول اللهم صل على سيدنا محمد، سلسه عليكم، تفسير في تفسير ميسر لمجموعه من العلماء، وفي تفسير القاسمي توفاه الله قبل حوالي 70 سنه تقريبا، برضه كمان لغته سهله وسلسه وبيعطي يعني معاني. لكن ما تختصروا على شيء واحد، ما تختصروا، للي عنده فهم وقدره باللغه العربيه ويقدر يتابع خلينا نحكي اكثر من تفسير مشان يتسع في المعلومات. لانه مثلا تفسير الطبري بيعطيك معاني لغويه وبيعطيك احاديث، لكن تفسير الطبري مش محقق. ضروري جدا اذا بدك تشوف تفسير الطبري تتاكد النسخه من تحقيق اللهم صل على سيدنا محمد المحقق، الله يرحمهم كلاهم الاخين، بخربط بناتهم، اما احمد شاكر او محمود شاكر، احدهم المحدث احمد شاكر او محمود شاكر. ضروري جدا، انه الطبري رحمه الله جاب الروايات وفي بعضها مش صحيح وبعضها ضعيف وبعضها كذا، فلازم تشوف التحقيق تبع سند الروايات اللي بحطها غير عن المعاني اللغويه، فهو كنز لغوي مع حديثي لكن مع تحقيق. دير بالك مثلا عندنا تفسير القرطبي بيعطيك احكام فقهيه، تفسير الزمخشري بيركز لك على المعاني البلاغيه، اللي دارس لغه عربيه بده يرتقي بالاشارات الاعجاز والمجاز والبلاغه في الموضوع، قصه كامله قائمه بذاتها. تفسير الظلال بيعطيك المعنى الفكري الى حد ما. في تفاسير مثلا تفسيرات لغويه معمقه زي تفسير ابو السعود مع تفسير اللهم صل على سيدنا محمد، التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور، هذا تفسير لغوي واعجازي وبلاغي مثلا، وهي امور مش الكل بيقدر عليها عفوا، ولا الكل راح يفهم لغته، لذلك تحتاج لمتخصص. لكن كمبتدئين تفسير اللهم صل على سيدنا محمد الصابوني، نسيت اسمه هسه، هو تفسير الصابوني، تفسير الصابوني للمبتدئين جيد، تفسير الميسر لمجموعه من العلماء جيد، تفسير القاسمي جيد، خلينا نقول، وعبد المنعم الهاشمي اظن تفسير ميسر. هذا من الذاكره على السريع بدون مذاكره ولا مراجعه، الله يجزيكم خير. نوحة عدرا، كيف نصل مرحلة التعلق بالقرآن لذة تلاوته؟ صاحبة السؤال إذا كان سمحت اسمع البث من أوله، لأنه هو كل البث قائم على هذه الفكرة. حياك الله دكتور سليم، نتشرف بكم والله، الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم. دكتور سليم بيسأل ما رأيك بفكرة الدورة الإلزامية المقبلة على الزواج؟ أتمنى يطبق الحد. نعم والله يا دكتور سليم، أنا إلي أكثر من 14 سنة، خلينا نقول يعني والله يمكن 10 سنين وأنا أقول على التلفزيون الأردني والإذاعة الأردنية وحياة اف ام وحسنة اف ام داخليا وعلى صفحتي 10 سنين على الأقل، وأنا أدعو إلى إلزامية رخصة الزواج في الأردن زي فحص الثلاسيميا.
بحيث انه ممنوع يتم عقد العقد في اي محكمة شرعية في الاردن من شمالها لجنوبها الا لحضور دورة معتمدة مرخصة من وزارة الاوقاف، بانهم على الاقل دخلوا وعرفوا ايش يعني حقوق وايش يعني واجبات، واستوعبوا ايش اللي له واللي عليه، واستوعبت ايش اللي لها واللي عليها، هذا الحد الادنى، واستوعبوا ايش يعني ذكر وايش يعني انثى وايش يعني رجل وايش يعني امرأة وايش يعني طبائع انسانية وايش يعني علاقات اجتماعية وايش يعني اعراف، يدرسوها ياخدوا انه الحياة الزوجية مش عبارة عن بابا حبيته، ومش يعني انه بابا حبيتها، ولا مش هيك القضية، عبارة عن اشتراك بين شخصين، وعبارة عن علاقة مقدسة وعلاقة شراكة وبناتهم اولاد، والحياة فيها الحلو فيها المر وفيها حقوق وواجبات، فيها علاقات اجتماعية وفيها بيت احمى وفيها خواطر وفيها معاني وفيها حق وباطل وفيها حقوق وواجبات وفيها امور يغض الطرف، هاي كلها تدرس بدورة مكثفة على الاقل. على الاقل انا الدورة المتكاملة اللي كنت اعطيها على موضوع اختيار شريك الحياة وسنة اولى زواج سنة خامسة زواج والتعامل مع مشاكل الزوجية 36 ساعة، ويا الله يا الله تخيل 36 ساعة ويا الله. anyway هلا عم بعمل انا الان الدورات الان بعطيها، انا مضطر اروح لحالات الطوارئ، انا بشتغل زي جماعه الاطفائيه، انا بشتغل في حل الخلافات الزوجيه الان، يعني من كل هاي الدوره مضطر اشتغل بالاكثر بسبب الحالات اللي بتجيني يعني، وعشرات الحالات، البيت بده يخرب، رايحين على الشرطه، نادوا المحاكم لبعض، البيوت عم تتدمر، فعم ندخل على حالات الطوارئ، فصرت مركز الان على فن حل الخلافات الزوجيه. وإلا الموضوع رخصة الزواج هو كيف الإنسان يقبل على مؤسسة زوجية ويفهم كل علاقاتها العرفية والشرعية والنفسية، جزء رئيسي وجزء رئيسي من موضوع روعة الحياة الزوجية إنه الرجل يفهم إيش يعني مرأة والمرأة تفهم إيش يعني رجل، لأنه بيختلفوا عن بعض أشياء كثيرة جدا، طبائع الرجال بعامة بيختلفوا عن طبائع النساء، غير عن ما يسمى أنماط الشخصية، موضوع ثاني ما لهش علاقة بذكر وأنثى، أنماط هاي اللي بيكسر أميته فيها تعامله مع المشاكل بيختلف. على كل حال هذا ردا على دكتورنا العزيز دكتور سليم، ونشرف بك والله. من تمك لباب السماء زي ما بيقولوا باللهجة الأردنية يا دكتور سليم، والله أنا سنين بحكي فيها، يعني إذا ما حكيت حكيت فيها 100 مرة، إذا ما حكيت يعني على كل وسيلة إعلامية بتذكرها مرت علي في حياتي في الأردن، وما زلت إلى الآن من كندا عم بحكي هذا الحكي. شكرا أخت أمل. طيب الله يجزيكم خير ويبارك فيكم ويسعدكم، لا تنسونا من دعائكم ونلقاكم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودكتور سليم سلامنا لكل الربع ممن حولك. السلام عليكم.